عندي زيارة لأهم مكان أثري أو مزار أهميته بترجع لأنه المكان ده كان مقدس من قبل التاريخ. يعني النيل أو إله النيل حابي كان بيعبد في المنطقة دي من قبل التاريخ، بس المنطقة اكتسبت أهميتها الاقتصادية لما تحولت لمحاجر أيام الدولة الحديثة، والمكان كله الحجر الرملي اللي فيه اتبنت منه تقريبا كل معابد الدولة الحديثة لغاية العصر المتأخر أو العصر الروماني لغاية القرن الثاني بعد الميلاد. المكان ده أهميته إنه هو غير إنه محجر استفادوا منه الفراعنة، لكن كمان في العصر الحديث، وهنعقد مقارنة تعامل المصري القديم مع البيئة ومع النيل والإنسان الحديث اللي بيتعامل معاها بمنتهى القسوة ومنتهى الهمجية عن طريق التفجير، لأن هنشوف مع بعض هنا هو طريقة تقطيع الفراعنة ودقتهم في اللي هم الحاجات اللي هم عايزين يستفيدوا بيها بس من الطبيعة بتتاخد. وبمقصد إن المكان ده يعني الأساطير بتحكي إن هنا الصخور الحجر الرملي دي هي اللي بتجبر النيل ان هو ياخد ملف، فعشان كده اكتسبت قدسيتها من ما قبل التاريخ، عبد الاله حابي هنا اله النيل في المنطقه دي. وبعد كده بالتدريج ابتدت القدسيه دي تاخد كمان انها تدي فايده ان هو استغل كمحجر لغايه العصر المتاخر، وهنشوف دقه تعاملهم مع الطبيعه ومع الكتله بتاعت الحجر الرملي اللي بتبتدي من هنا من منطقة دي يعني جنوب إسنا لغاية بتمتد لغاية كلبشة، حجر رملي وبيتواصل تاني بعد كلبشة، لأن منطقة الشلال هي صخور نارية أو جرانيت بينتهي في أسوان وبعد كده يبدأ تاني حجر رملي في كلبشة. فكتلة الحجر الرملي دي التعامل معاها أيام الفراعنة والتعامل معاها دلوقتي هنشوف الفرق دي والدقة اللي كانوا بيتعاملوا بيها مع الحجر. وبالإضافة لدي كمان في مقاصير أو معابد صغيرة اتبنت في الفترة اللي كانوا فترة الدولة الحديثة، فهنبص على المقاصير بعد إذن حضرتك. وتفضل معنا الأستاذ محمد إبراهيم مفتش الآثار بمنطقة جبل السلسلة. تفضل أستاذ محمد. من الأسرة الـ18 اللي استمرت بعد كده هو الأسرة الـ19 برضو تعمل مش المعبد بس، ده يعتبر بأول معبد صخري لأنه قبل رمسيس الثاني اللي في الأسرة الـ19 حور محب في نهاية الأسرة الـ18 ابتدى بالمعبد الصخري ده والمعبد الصخري اللي موجود هنا هو، وفي بعد كده هو ابتدى بس كمل بعد كده رمسيس الثاني وأبنائه، طبعا أبنائه العدد اللي لا يحصى من الأولاد، بس هو عاش لفترة طويلة. رمسيس الثاني عاش لفترة طويلة إن الأولاد ما كانوش بيلحقوا يحكموا، كانوا بيموتوا قبل رمسيس لأن رمسيس مات عنده 94 سنة، فأبنائه اللي هم زي خعمواس وزي اللي حكم منهم مرم بتاح اللي هو كان رقم 13 ولا 19، الابن 19 ليه. احنا هنا هنشوف برضو احتفالات أبنائه بالعيد الثلاثيني أو عيد الحبست بتاع رمسيس الثاني، وهنشوف نقوش لآلهة، بس الإله الرئيسي هنا الإله اللي هو التمساح اللي هو الإله سوبك و حورس. تفضلوا تفضل استاذ محمد. احنا هنا دخلنا داخل معبد صخري، فعايزين نبسط للناس يعني ايه يعني العمارة المصرية فيها معابد مبنية وفيها معابد منحوتة في الصخر، يعني ده اصلا جسم الجبل تمام عن طريق النقر بالإزميل والأدوم دخلوا عملوا الفراغ اللي احنا جواه ده، يعني المعبد ده منحوت في الصخر. طب هل ده ليه علاقة بالإله حابي إله النيل إن ال- 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 الكهوف دي أو الحاجات دي ممكن تبقى موجودة من أزمنة قبل الدولة الحديثة؟
يعني الكهف الصخري ده اللي احنا هنشوف بعد كده في ابو سمبل بيوصل عمقه لخمسين متر جوه بطن الجبل. هل ده كان موجود؟ الكهوف دي كانت مقدسة طبعا، هنشوف هنا مقاصير لحابي. فهل يعني انت ايه رأي حضرتك، هل هو ايام الدولة الحديثة بس، ولا الدولة الحديثة جم عملوا النقوش واصلا وعملوا التوسعات دي جوه الكهف، لان الكهف ده كان مقدس من ما قبل التاريخ؟ هي الفكرة نفسها موجودة من ما قبل التاريخ، لأن معروف إن الإنسان البدائي من الأول خالص لم يكن يعرف إن هو الخيام ولا إن هو يبني بيت ولا أي حاجة، كان يعيش بالضبط في الكهوف نفسها. فتطورت الفكرة من عصر لعصر ومن دولة لدولة. بعد فترة معينة بيجي الإنسان حتى لو ما وجدش كهف معين أو لو ما وجدش مغارة في جبل ما، كان هو اللي بيصنعها، لأن دي شيء غريزي في البني آدم أو في الإنسان إن هو يحب يبقى محوط من كل جهاد للشعور بالأمان. فبالتالي إن هو قدامه البحر، قدامه النيل، نهر النيل، فبيبقى مكشوف للعراء، فلازم إن هو يعمل له كهف أو مغارة يسكن فيها لمجرد للشعور بالأمان، للاحتياج الأساسي لأي بني آدم. حتى لو ما وجدتش، هي طبعا الفكرة مربوطة من بدري. أما بقى الاستخدام، معظم الروك أوت كات تيمبلز اللي هي المعابد المحفورة في الصخر، كانت معظمها السبب الرئيسي فيها ايكونوميكال، اقتصادي. ما هو الخدسيت الكتلة الصخرية اللي ممتدة من هنا لغاية ما توصل لغاية أسوان، لأهمية الحجر الرملي، لأن الدولة الوسطى كان المستخدم الحجر الجيري في البنى، إنما والدولة القديمة برضو الحجر الجيري استخدم بنطاق واسع، إنما بنلاقي هنا بس في معابد الدولة الحديثة لغاية العصر اليوناني الروماني ابتدت أهمية الحجر نفسه. فالمعابد الصخرية دي أنا يعني ممكن تكون لقداسة النيل، يعني هي أول حاجات أو أقدم حاجة هنا اللي هي الحاجات المقاصير المكرسة لعبادة إله النيل حابي والإله سوبي.